هذا توصيف حقيقي. مجلس الدولة ومجلس البرلمان هما شيء واحد، راهم لا يختلفان. ما يقوليش واحد لا مجلس البرلمان هو أسوأ ولا هو متعاون مع مصر وكذا، مجلس الدولة كذلك، وكل من فيه رئيسه وأعضاؤه كلهم مسؤولون على هذا التلاعب بالوطن وبيع البلد. يعني لا يقدمون شيئا نافعا هم البرلمان لأهل ليبيا من سنوات طويلة، كلها مماحكات سياسية، ورئاسة المجلس تتصرف بالطريقة التي تريدها ولا حتى تعول على الأعضاء ولا تستشيرهم. وعندما يكتشف الأعضاء الأمر والتحايل عليهم وأن الرئاسة في البرلمان ولا في الدولة تصرف التصرف هو غير مخول منهم، لا يتابعون ولا يتخذون إجراءات ولا يقفون موقفا حازما من هذا التلاعب الذي هو فيه ضرر شديد أحيانا وتأخير للمصالح الحقيقية للناس. ليست عندهم الشجاعة وليست عندهم الجرأة. قد يعني يعلنون إعلانا ويقولوا 50 و60 داروا بيان يعترضون، لكن مجرد فرقعات إعلامية لا قيمة لها ولا متابعة. وأمتى يكون العمل نافع ويكون الإنسان يؤدي ما عليه؟ عندما يخرج أحد على القانون ومتابعته من صميم عملهم وهم مسؤولون عنها، مسؤولية شرعية دينية ومسؤولية أخلاقية، لابد أن يضعوا حدا لهذا التلاعب وهذا التجاوز. هم أقسم أيمان، هم كل واحد منهم أعضاء هؤلاء المجالس أقسم أيمان مغلظة بالله الذي لا إله إلا هو أنهم سيفعلون كذا وسيفعلون كذا ويطبقون القانون. أين تطبيقكم للقانون؟ وفيكم مشايخ وفيكم علماء وفيكم ناس يعني قانونيون وفيكم ناس يعني ما همش يعني مستواهم عالي في التعليم وكذا، لكنهم لا يعملون بما علموه ويهادنون في هذه المواقف والمخالفات القانونية لمصالح دنيوية، والله سبحانه وتعالى سائلهم عن ذلك.